أهلا بكم في الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. كشفت مصادر حكومية أن كثرة القروض ستجعل العراق مطالبا بتسديد الديون لغاية عام 2048 نتيجة تلك القروض التي أدرجت في الموازنة المالية لعام 2021. وذكرت المصادر أن مسودة الموازنة التي صوت البرلمان على بعض فقراتها ثبتت فيها العديد من القروض الخارجية التي تثقل كاهل العراق وتسلب حقوق الأجيال القادمة، موضحة أن الفوائد المترتبة على تلك القروض ستدفع بالعراق إلى تسديد الديون لغاية سنة 2048. قال مدير حقل مجنون النفطي ضياء شاكر إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل نفط يومياً خلال 3 سنوات، وأضاف أن التركيز الذي يعقب التزام العراق تقليص الإنتاج مع المنتجين الآخرين في أوبك بلس هو زيادة على إنتاج الخام الخفيف. ويشار إلى أن عقود النفط في العراق شهدت صفقات فساد ضخمة بين سياسيين متنفذين وشركات أجنبية. أكد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أن الكتل الرافضة لتعديل سعر الصرف كانت مؤيدة للقرار خلال الاجتماعات الخاصة، وقال العبادي أن أكثر الكتل المتصدية لرفض تعديل سعر الصرف كانت مع تخفيض الدينار في الاجتماعات الخاصة. هذا ويتوقع مراقبون أن تحدث حالة من الركود الاقتصادي في الأسواق العراقية بعد اعتماد سعر صرف الدولار المقترح من الحكومة في قانون الموازنة لعام 2021 التي أقرت الأربعاء الماضي. قضت محكمة مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بالحبس الشديد لمدة 2 سنين وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار بحق مدير مشروع نجم بغداد السكني عن جريمة إعطاء مبالغ مالية كرشوة بهدف الحصول على إجازات استثمارية في بغداد. وأضافت المحكمة أنها وجدت الأدلة كافية ومتحصلة لإدانة المتهم، وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات. سجلت بيانات النشرة الشهرية لوزارة المالية الأردنية عجزا ماليا في الموازنة العام خلال العام الماضي بنسبة 106%، وارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020 لتسجل 791 مليون دينار، فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في عام 2020 ليسجل أكثر من 9 مليارات دينار وفق الحساب الختامي للعام الماضي. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إجمالي خسائر تداعيات السفينة الجانحة يصل إلى حوالي 1 مليار دولار، وأشار ربيع إلى أن مصر تحتفظ بحقها للمطالبة بتعويض مالي عن هذه الخسائر. في المقابل أعلنت شركة الشحن اليابانية شويكيسن كيكي المالكة للسفينة الجانحة أنها لم تتلقى أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار من السفن العالقة. ختام الموجز الاقتصادي، دمتم بأمان الله.